يقول لك رابط سكري مع الكويت مشكله، بس الرابط السكري مع ايران مشكله. مع الكويت بسبب ازمه ميناء مبارك، بسبب انه ارتباط المشروع اللي هو القناه الجافه وطريق الحرير وغيره. هذا طبعا بالمناسبه بالنسبه للكويت في عام 2006 كان وزير النقل دكتور كريم الربيع صار. الساعه بال 11:30 بالليل ورا مع التجوال استقبل شخصيات اثنين من احدى الدول العربيه وياهم عراقي. فاستقبلهم ب 11:30 بالليل، هو يبات بالوزاره. فجاني تليفون من شخص هو يعمل بال انه كانت الوزاره تابعه لهم الله يرحمه، كان المرحوم ابن عمي سيد رياض النوري رئيس الهيئه السياسيه للتيار الصدري. اها. فقال وصلتنا معلومه انه هذا الوزير استقبل ناس بالليل، والناس طبعا يوم سببت لي مشكله انه هذا الشعده راح بالليل ودول جايين، فباعتبار يعني عندي فد خبره بموضوع النقل وايضا حاكي له على اهميه هذا الموضوع. فقال لي اريدك يعني، قالوا تليفونه ما جاي احصله. انا حتى الامريكان ضربوا علي طلقه لين ورا 11 بالليل وكذا، فوصلت لقيت هذول قاعدين. فدا يقولوا له للوزير احنا نريد ربط سككي ونريد كذا ونريد كذا وكذا، وهو هم الرجل اعتبرها فد ميزه راح تجينا ربط سككي وكذا. فانا دقيت انه مو دوري لا اعطي تعليمات ولا انا منتمي لها مثلا يعني عمل رسمي عندي بجهه طيب. سياسيه. فحكى ويا الشخص. فبعدين ورا تقريبا يومين هذول الناس اللي كانوا يمه حسوا انه الموضوع انه انا جيت فد مكلف من شخص، وصلوا الي عن طريق انه احد الاصدقاء، فقالوا احنا نمثل شخصيه معينه عربيه واحنا جايبين 1000 تريله هديه الى النقل بتاسيس الشركه مشتركه للنقل البري مع احدى الدول. خليج دوله؟ اي خليج. خليج. وانت الك بالذات هالقد. اماراتيين لو كويتيين؟ وللوزاره هالقد. اماراتيين لو كويتيين؟ وللوزاره هالقد. طيب. والى اذا اكو جهه سياسيه هالقد. هاي احكي لك حادثه، هذول نفسهم قعدوا مع معالي الوزير وزير النقل. هاي احكي لك حادثه لكل من يشكك بوجود اراده ومعوقات وتوجه ودفع باتجاه تحقيق الربط السككي قبل انشاء ميناء الفاو. هسه بعد الانشاء واحد زين، وكذلك لتعطيل ميناء الفاو. ايش قدر هذا يطوكم 1000 جاي انه جاي المشروع انه 1000 تريلي يطول وتشغيل مشترك وكذا كذا، وهم يعني عرضوا اموال. طبعا طبعا عرضوا اموال. وانا بقت هاي الاموال وكان رد هاي الاموال المفروض للوزير للوزير وجنابك والجهه السياسيه ومنو؟ لا 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 مو هيك يعني صار. انا مو موظف وقتها. لا لا اقصد يعني هم مستعدين في اي طريقه، طبعا في اي طريقه يوصلون. اي صح. اي في اي طريقه يوصلون. المهم للوزير والجهه السياسيه. لا لا ما انا حكيت لك قلتها. احنا ما نركز، احنا ما نركز على هاي، احنا نركز على اليوم على مبدا، مبدا عام. اكو 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 مثل ما نقول اراده حقيقيه وتوجه حقيقي ودفع حقيقي باتجاه تحقيق الربط السككي وتعطيل ميناء الفاو. وصلت الى الان بدي احكي لك هسه قال الراوي استاذ قيصر. مو قال الراوي استاذ قيصر، انا ادري بيك شجاع بالطرح. لا لا قانون لا انا ما ارض نفسي للمسألة القانونية. اي تمام، بس ما قلت لي ذولا ذولا من الخارج. هسه ما له علاقه بالعراق. خارج اي هذول كويتيين واماراتيين يمثلون احدى دول الخليج. يعني اماراتيين وكويتيين. نقول دوله ايضا راح تقاضيني هالدوله. اماراتيين واماراتيين وكويتيين شخصيات. انا اقول اسانا ما انت اي اوكي الاماراتيين مو خوفا بالمناسبه خاف المشاهد الكريم معروف عني عن الاماراتيين والكويتيين. بس انا ما اتعرض للمسألة القانونية. عرضوا عرضوا مبالغ لربط السككي. انت قلت الامارات الكويتيين، انا اقول احدى الدول الخليجيه. جميل. اي عرضوا مبلغ على وزير النقل. هو من كان بوقت وزير النقل؟ عرضوا انه انه يوصلون هذا اللي يعرفني. يوصلون للوزير. الشخص هذا ما وصل بس يوصلون للوزير. هذا الشخص اللي يعرفني قالوا له ممكن تاثر عليه، احنا هيك هيك نسوي بس كون هذا الرجل مثل ما اجى خرب قعدتنا ويا الوزير. كنا متفق ان الوزير كان يعتقد انه هذا الشيء ايجابي، بس هذا الشخص من هو الوزير؟ دكتور كان. دكتور كريم. كريم بقى حوالي 40-45 يوم وزير. دكتور كريم. دكتور كريم تميم. اي وكان خطان هو باستقباله للناس بهيك وقت وبدون هو كان تابع لاي جهه سياسيه استاذ كريم؟ نسيت ثاني. لا هو مستقل. لا هو كان مستقل. كان مستقل بس هي الوزاره. بس جميل اجوا 11:30 عرضوا عليه عرض. بس الرجل ما له علاقه بهذا الحوار اللي دار. اللي رئيس الهيئه السياسيه وقتها اللي هو المرحوم الشهيد رياض النوري وقف. جميل اللي بالتيار الصدري. اي هو وقف رئيس كنسي. جميل.